بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ما زلنا في الأحاديث الواردة في الباب الأول من الكتاب، وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية. يعني بالعربي كده شكله إيه، طوله إيه، لون بشرته إيه، شكل وجهه إيه، لون عينه إيه، شكل شعره إزاي. لأن كلنا مشتاقين نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم تحول الإنسان من الكافر إلى ولي. النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته تحول الإنسان حتى ولو مؤمن من مسلم عادي إلى صحابي. شوف الصحابي يبقى مقامه قد إيه عالي. يعني ما تقولش على الصحابي ولي، تبقى أنقصته حقه، لأنه أعلى حتى من إيه؟ من الولي، وإن كانوا هم كلهم أولياء. لأن مقام الصحبة لا يعلوه مقام، والصحبة تتحقق برؤية النبي ولو لحظة. يبقى شفت رؤية النبي دي بترفع المقام قد إيه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في الحديث التاسع من هذا الباب. يقول: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول. جابر بن سمرة ده صحابي وأبو صحابي، شكرا. ما تقول جابر بن سمرة رضي الله عنه، وكان من قبيلة هوازن. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم. يعني فم النبي كان حاجة كده محترمة، لأن الفم الصغير عند العرب يعاب، لأنه ما يعرفش يتكلم. أما يجي يتكلم الحروف تبقى مش واضحة. والرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته يبين للناس: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. فلما كانت وظيفة النبي البيان والخطابة والكلام، فلا بد أن تكون آلة الكلام في الإنسان وهي الفم تكون آلة مناسبة للوظيفة. فكان فم النبي ضليع، يعني واضح، مخارج الحروف واضحة لا تلتبس، حتى لا يلتبس الكلام على الناس. فكان ضليع الفم أشكل العين، أشكل العين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث قالت أدعج العينين، وفي أحاديث قالت أشكل العين. أدعج العينين يعني شديد سواد السواد، شديد بياض البياض. وأشكل العين كان يعني البياض في حمرة قليلة، كان البياض الداخلي من العين في حمرة قليلة من كثرة السهر وقلة النوم وكثرة المسؤوليات والانشغال وكثرة البكاء بين يدي الله عز وجل وقيام الليل. كل الحاجات دي ظهرت في عين النبي أثرها بعد بعثته الشريفة، ولكن قبل البعثة كان شديد سواد السواد، شديد بياض البياض. وبعد البعثة اللي يقوم الليل إلا قليلا نصفه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لما نزل عليه القول الثقيل والمسؤولية الكبيرة بان على أثر عين النبي هذا الأثر، فكان في عينيه حمرة دائمة. منهوس العقب، منهوس العقب يعني قليل لحم العقب، العقب اللي انت بتسميه الكعب، وفي الحقيقة ده ما اسموش كعب. الرجل، عارف بذر الرجل اللي انت تقول عليه بذر الرجل، هو ده الكعب. فكل رجل ليها كعبين، خدت بالك؟ وعشان كده ربنا بيقول ايه في الغسل في الوضوء: وارجلكم الى الكعبين. يعني كل رجل تغسلها في الوضوء الى الكعبين، اللي هي بمفهومك انت العامي العادي تقول عليه بز الرجل، واخد بالك؟ لكن الكعب اللي انت مسميه كعب ده ما اسموش كعب، ده اسمه عقب. اسمه ايه؟ عقب. والرسول صلى الله عليه وسلم نظر للصحابة بعد ما توضوا وكانوا مسرعين في الوضوء علشان يلحقوا يصلوا، لأن استيقظوا بعد طلوع الشمس في إحدى الغزوات،
فلما توضوا وضوء سريع نظر إلى أعقابهم فوجد إن في آثار فيها ما وصلتلهاش المية. عارف أنت لما تبص لكعب واحد يكون مغسولة رجله ما عدا حتة كده إيه ما جالهاش مية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف أعقابهم كده ما طلتهاش المية قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأن كده هيبقى الوضوء باطل والصلاة تبقى باطلة. خدت بالك؟ فالعقب اللي هو اللي انت بتسميه انت ايه الكعب، والاسم ده غلط. زي برضو ما تقول الكوع على ده، وده مش الكوع، ده المرفق. خدت بالك؟ المرفق ده اسمه المرفق لان ربنا بيقول: وايديكم الى المرافق. هو قال ايديكم الى الكوعين، قال المرافق، يبقى ده المرفق. والكوع اللي هو ده، الكوع اللي هو التقاء، عارف انت الصباع الابهام اللي في اليد الكبير اما يبتدي يخلص ويقابل الذراع، الحته اللي بيقابل بيها الذراع اسمها الكوع. طيب والصباع الصغير الحته اللي بيقابل بيها الذراع اسمها الكرسوع. يبقى ده الكوع والكرسوع الاثنين يعملوا مفصل الرسغ. خدت بالك؟ عشان كده انت بتقول ايه؟ سقاني المر من كعاني. وانت هتشرب كده ولا بتشرب كده؟ بتشرب كده، يبقى ده الكوع. شربت المر من كوعك قبل كده؟ اشربه بقى. اما بتحط ايدك في الميه كده وتروح شارب كده. عارف المثل ده ليه؟ قال يعني من كتر ما فقرها ما بقاش عندها حتى كوبايه تشرب فيها، فبقت تشرب من كح. شوف الفقر، ما عندهاش حتى حته كوز تحط فيه شوية مية تشرب. فيبقى ده اسمه الكوع. خدت بالك ازاي؟ وده اسمه المرفق. وده اسمه الكرسوع. عارف انت الابهام بتاع الرجل بقى الصباع الكبير؟ ينتهي بعظمة كبيرة كده. ده اسمه البوع. ده اسمه البوع بقى. الابهام بتاع الرجل بيقابل العظمة الكبيرة يسموه البوع. يبقى ده الكرسوع وده البوع وده الكوع. واضح؟ عشان كده في مثل بلدي يقولوا ايه، ده ما يعرفش كوعه من بوعه. سمعت انت المثل ده؟ يقول لك ده راجل يفهم حاجه، ده ما بيعرفش كوعه من بوعه، يعني ما يعرفش رجليه من ايديه. زي انت بتقول ده ما بيعرفش راسه من رجليه. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى لازم تعرف المعنى. فما يقول لك منهوس العقل في صفه النبي، يعني قليل لحم العقل. قليل لحم العقب، يعني العقب اللي هو ايه في قدمه صلى الله عليه واله وسلم كان قليل اللحم. قلة اللحم في هذا المكان دليل نشاط الجسد ودليل كمال العافية، لأن الحتة دي تورم لما الإنسان يبقى كليته تعبانة، كبده تعبان، عنده دوالي، عنده نقص بروتينات، واخد بالك، بيعمل أي مشاكل، يبقى مرض، علامة المرض. أما تبقى منتفخة فما تنتفخش الا من المرض، او يكون من غير مرض لو كان راجل بقى سمين قوي، تخين قوي قوي مرهرك، ثم تلاقي الحته دي كمان تبقى ايه فيها سمنه زياده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سمين قوي، كان متماسك باد متماسك، يعني كان مليان لكن من غير ترهل، ما فيش اي حاجه مرهرته، وصدره وبطنه سواء، ما عندوش كرش طالع منه كده صلى الله عليه وسلم. فكان العقب بتاعه منهوس العقب قليل اللحم، دليل انه لم يكن وزن كبير الوزن، يعني وزنه زائد، ولم يكن صلى الله عليه واله وسلم ايضا عنده مرض يقوم يكبر الحته دي. وليه علامه عند العرب لما يشوف واحد منهوس العقب يعني قليل لحم العقب يعرف ان ده راجل نشيط، مش تنبل كسلان، لأن كثرة اللحم في المكان ده ناتج عن قلة الحركة غالبا، فدليل التنبلة. عرفت التنبلة؟ سمعت عن التنبلة ولا ما سمعتش؟ في تنبلة. تنبل ده اللي هو عايز ايه يتخدم للنهار كده وما يعملش حاجة، ده التنبل. كان في تنبلة السلطان قاعدين طول النهار ياكلوا ويشربوا كده، فالسلطان اتغاظ منهم فراح امر البوليس بتاعه قال له اقبض عليهم ارميهم من فوق الجبل، خلصنا منهم لحسن الناس هتقلدهم
طبعا بص تلاقي الشعب كله بقى تنبل، فراح قابض عليهم وحطهم في العربية وماشي، عدى على محل فول وطعمية، فالراجل بتاع الفول والطعمية بيقول للبوليس هتوديهم فين؟ قال له ان انا حرميه. السلطان قال ان انا مين دول؟ تنابل. قام قال له ليه بس؟ قال له اصلهم طول النهار قاعدين ياكلوا ما بيعملوش حاجة. قال له خلاص هاتهم لي انا هحطهم في المخزن عندي، عندي عيش مكسر كتير كل يوم بيتبقى من الزباين يقعدوا ياكلوه. قام واحد من التنابلة كده بص كده وقال له ومين اللي هيبل؟ قال له انت. قام قال له يا عم ارمي يا عم ارمي، يعني حتى مش عايز حتى يقوم يحرك نفسه. دول التنابلة بقى. فلما يبقى اللحم كتير في العقل، واخد بالك، يبقى معناه كثرة ايه؟ يعني قلة الحركة، عدم النشاط، الوخم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه الحاجات دي خالص. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ غاية في النشاط، غاية في الحركة. كان حتى مشيه العادي قالوا كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه نازل منزل. شوف انت ما تبقى نازل منزل ماشي بسرعة ازاي؟ دي مشيته العادية في الأرض المنبسطة صلى الله عليه وآله وسلم. قال شعبة: قلت لسماك ما ضليع الفم؟ يعني ايه بضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين، يعني طول شق العين، يعني عين واسع صلى الله عليه وسلم. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبصر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان يعني مقمرة، في ليلة مقمرة، الأمر بدر كامل، فشاف الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر، يعني أحلم القمر وأكثر نورا منه صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سألت رجل، قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه الأنصاري: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. يعني بيسأله هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان مش في الاستطالة؟ بيسأل في اللمعان، يعني بيلمع كده زي ما السيف بيلمع يضوي. قال له: لا، السيف ده ولا بيضوي ولا حاجة، ده هو كان مثل القمر، يعني أنور. فهمت ازاي؟ يبقى يشبه وجه النبي بالقمر في الاستنارة لا في الاستدارة، لأنه لم يكن وجهه مستدير كده، لم يكن مكلثم، مكلثم يعني مستدير الوجه. يبقى لما بيشبه وجه النبي بالقمر، واحنا عارفين ان وجه النبي لم يكن مستديرا لأنه كان مستطيل في استدارة، يعني كان استطالة في استدارة، ده وجه النبي. يبقى لما بيشبهه بالقمر يشبهه بالاستنارة لا بالاستدارة. وكان بيسأل هل يشبه السيف في اللمعان لا في الاستطالة، واضح؟ فقال له: لا لا، بقى بيلمع زي السيف، لا ده كان منور زي القمر. زي ده المعنى. ما هو يجوز تشبيه الأدنى بالأعلى والأعلى بالأدنى عند العرب عادي، مفيش مشكلة. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لون بشرته بيضة ورايقة كده زي الفضة ومشرب بحمرة، عشان كده في روايات قالوا أزهر الإيه؟ أزهر اللون، أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة، لأن البياض بغير حمرة يعاب، والحمرة بغير بياض يعاب. لما تشوف واحد أحمر كده تقول له أنت عامل زي الديك الشركسي، يبقى شكله يعاب كده مسلوق.
لما تشوف واحد ابيض خالص زي اللي عنده برص تقرف منه برضه، لكن لما يبقى ابيض مشرب هو ده الكمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كده، كان لون بشرته ابيض مشرب بحمره. فبيقول كان ابيض كانما صيغ من فضه، يعني كانما صنع من فضه، يعني في اللمعان وايه والروقان، يعني ما فيش بروزات، ما فيش زوائد لحميه، ما فيش تجاعيد، كل الحاجات دي مش موجوده، كانه حاجه كده ناعمه. رجل الشعر يعني كان شعره مموج اسود وناعم مموج في تموجات، مش كان نازل كده حته واحده، لا كان مموج يعني سبط مع ايه مع جعوده، لان السبط اللي هو الناعم خالص والجعوده اللي هو ايه مكتكت شويه كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خد من السبوطه النعومه وخد من الجعوده التموج، فخد من كل صفه اجمل صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد. الليث بن سعد عالم وفقيه مصر، الإمام الليث ليه هنا مدفون، حتى تلاقي مكتوب على الأتوبيس كده الليث بن سعد، ها معروف يعني قبره هنا بيزار بجوار الإمام الشافعي. قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير، كان دخله في السنة 80,000 دينار في السنة مكسبه، كان هو راجل ده يعني غني، كان عنده ضياع وأموال وتجارة، كان يدخل له في السنة مكسب 80,000 دينار. عارف الدينار يعني كم؟ 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب، 80,000. شوف انت بقى يعني كم كيلو ذهب بيكسبه في السنة، كميات ضخمة، وكانت الحياة رخيصة، يعني 80,000 دينار مع رخص الحياة تبقى يعني بيجي له ملايين الملايين في السنة. ولم تجب عليه الزكاة قط من كثرة تصدقه، مش قاعد يكنز ويحوش، شوف كان مكسبه قد ايه وما طلعش زكاة ولا مرة، يعني ما كانش يكنز اموال تجب عليها الزكاة لحد ما يجي عليها السنة اللي بعدها من كثرة صدقاته رضي الله عنه. قال اخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض علي الأنبياء، ده إيه في الإسراء والمعراج لما شاف الأنبياء، عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، يعني بيشبه لنا سيدنا موسى إنه زي قبيلة أزد شنوءة، دي قبيلة عربية كان رجالتها طوال وسمر، طوال وسمر كده، واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا موسى قال يشبه قبيلة أزد شنوءة، يبقى كان طويل وأصغر. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن الزبير. سيدنا عروة بن الزبير ده صحابي، فسيدنا رسول الله شبه سيدنا عيسى بسيدنا عروة بن الزبير من حيث ايه الشكل. لا عروة بن مسعود الثقفي ده اسلم عن الفتح. فاذا اقرب من رايت به شبها عروة بن مسعود الثقفي اسلم عن الفتح. هم عارف لما قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان يقصد عروة بن مسعود الثقفي، واخد بالك؟ لأنه كان شريف في قومه. قالوا طب ليه ما نزلش القرآن على واحد زي عروة بن مسعود ده يقصده بيه هو ده، خدت بالك؟ لكن أسلم عام الفتح من بني تقيف، ده من الطائف، ده في ايه كان في الطائف، كان من اغنياء الطائف. ورأيت ابراهيم عليه السلام فاذا اقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اشبه الانبياء بسيدنا ابراهيم. ورأيت جبريل عليه السلام فاذا اقرب من رأيت به شبها دحية،
سيدنا لحية الكلبي من أهل بدر، صحابي جميل الصورة. سيدنا جبريل أصلا ملك مش إنسان، لكن كان لما يجي للرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في صورة بشر، فلما كان يتمثل في صورة بشر يجي في صورة إيه؟ دحية الكلب الصحابي، يبقى يشبهه. ولكن سيدنا رسول الله شاف سيدنا جبريل على صورته الملائكية مرتين أو ثلاثة، على صورته الحقيقية بقى في حتة هناك اسمها إجياد في مكة، بنوا هناك مستشفى سموه مستشفى إجياد جنب الحرم دي، اللي راح مكة ربنا يجمعنا هناك إن شاء الله في الحج والعمرة وزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم. فطلب أن يشوف سيدنا جبريل على صورته الحقيقية، فشافه في منطقة إجياد، فوجده له جناحان يسدان الأفق، يعني يسد السماء كلها، وهو ليه 600 جناح. يبقى شوف حجم سيدنا جبريل يبقى ايه بقى؟ كان بيشيل قرى لوط كده على طرف ريشه من جناحه وهو ليه 600 جناح. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، سيدنا جبريل سماه ربنا ذي قوة عند ذي العرش مكين. لكن لما كان يجي لسيدنا رسول الله ما يجيش في الصورة الضخمة دي، كان يجي في صورة إنسان يتمثل في صورة إنسان، وهذا الإنسان كان أشبه ما يكون بصورة سيدنا دحية الكلبي الصحابي المشهور. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. سيدنا أبو الطفيل آخر من مات من الصحابة في الشام، مات سنة 110 هجرية، كان آخر واحد مات من الصحابة. فكان يقعد بقى يعرف أن كل الصحابة مات، فبيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي أحد على وجه الأرض رآه غيري، أنا الوحيد بس اللي شفته. فأما لما قال الكلمة دي وهو قاعد، فواحد قال له إيه؟ قلت صفه لي، اللي هو بيروي عنه اللي هو سعيد الجريري، قلت صفه لي وصفه لنا. قال كان أبيض مليحا مقصدا، يعني كان أبيض مليح يعني جميل، مقصدا يعني وسط في كل حاجة، لا هو طويل طول بائن ولا قصير قصر متردد، ولا هو تخين ولا هو نحيف، يعني كل الصفات اللي فيه وسط. آخر حديث في هذا الباب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد العزيز بن ثابت، هو عبد العزيز بن أبي ثابت ففي خطأ في الطبعة، الزهري قال حدثني إسماعيل بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب اللي هو مولى سيدنا عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين. الثنيتين اللي هي إيه؟ السنتين القواطع اللي قدام دول في الفك العلوي، أفلج الثنيتين يعني بينهم فراغ خفيف كده مش مفرقين ولا راكبين على بعض، دي معنى أفلج الثنيتين. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، ده على وجه الحقيقة كان لما يتكلم يشوف نور طالع من بين ثنايا فمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معجزة واضحة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا قال عليه سراجا منيرا، وقال عليه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نورا في الحقيقة والمعنى صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب ما جاء في خاتم النبوة في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على طاعة الله وعلى ترك الذنوب أبدا، فاللهم وفقنا لذلك وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، واقبل عبادتنا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، واجبر ما فيها من نقص يا رب العالمين، واجعلها خالصة لوجهك، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا لحظ النفس فيها شيء يا رب العالمين. اللهم خلص أعمالنا كلها وأسرارنا لك وحدك يا الله بتوفيقك وقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض ديوننا وديون المسلمين، وأرخص الأسعار على المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.